مواجزنا الإخبارية متواصلة مشاهدينا، أهلا بكم من جديد. تسبب تساقط الغزير للأمطار بالجزائر العاصمة في مقتل شخصين بعد انجراف منزل قصديري إثر انزلاق أرضي خطير بمرتفعات حي نور الدين رباح ببلوغين. الضحايا هم سيدة في 34 من العمر تدعى زينب صحراوي، حلت ضيفة على المنزل ليلة الحادث، وفتاة تبلغ من العمر 22 سنة تدعى كريمة صحراوي وهي طالبة جامعية ببوزريعة. هذا وتدخلت مصالح الحماية المدنية لانتشال الجثتين ونقل الجريحين من نفس العائلة إلى المستشفى. وكانت نفس المنطقة التي تعرف انتشار بيوت قصديرية قد شهدت حادثة مأساوية السنة الفارطة بعد وفاة فتاة في ظروف مشابهة. سميرة مواقي عادت بهذه المشاهد وهذه الأصداء. لحد دادي صارت جوات زوج وربع زوج وعشرين تاع الصباح، ما رعدة ما عرفوها كاع تسمى اللي سموها رعدة تاع الصباح هذيك، مورا ربي واحد سامينة تهبطت. كارثة هذه صارت ديجا عندها عامين وثلاث سنين، هي تصرى لنا ماشي من اليوم. ماتوا زوج، طفلة وقلت لك وعمتها وزوج، واحد مسكين ولا ما دارش ديبريسيون، خوها الكبير وواحد مقيوس في رجلو تسمى القصب والباسيون تاعو. الطفلة هذه ماتت كانت تحفظ حتى للزوج ونص تاع الصباح وهي تحفظ، نوضتها يماها كي جات الرعدة وشتا نوضتها يماها، قالت يا بنتي نوضي بركة عليك القراية ونوضي تقعدي شوية، حطت راسها رقدت في الليل رقدت طاحت عليها الريبة. لا ميري بلدية تاع سانتو جان، من المسؤول ما جا قعدوا تحتها، واحد ما طلع